المرة دي جت سليمة، المرة الجاية ما اطمنش، ممكن تطبل على دماغك ودماغه. يا باشا احنا ناس غلابة وملناش في السياسة. ما انا عشان كده استدعيتك. عقل ابنك، خليه يركز في مستقبله بدل ما يتلم عليه شوية عيال صيع يملوا دماغه بكلام فارغ. حاضر يا باشا، حاضر. اوعد سعادتك ان من هنا ورايح مش هتشوفه هنا تاني ابدا. يا ريت، لاني لو شفته تاني انت مش هتشوفه تاني. يا نادر، الراجل اللي عندي سلمه ابنه، خليهم يروحوا. الله يعمر بيتك يا باشا، الله يكرمك ويوسع رزقك. شكرا يا باشا، الله يكرمك، الله يكرمك يا باشا. خش اتفضل خش. ادم ادم يا حبيبي، كده كده يا ابني تخلع قلب امك كده يا ادم. ليه كده بس؟ ليه كده يا ابني؟ احكي لي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ عملوا فيك ايه؟ انا كنت في الجامعة، داخل في الجامعة عادي، لقيت في مظاهرة. الحمد لله على السلامة يا سي ادم. مظاهرات؟ مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي؟ احنا من امتى بتوع مظاهرات؟ يا خالي انت مش فاهم حاجة. خالي انا خانوبة اللي زفت بقى. اهدى بس، استنى انت كمان. عامل لي مناضل بتمشي مظاهرات؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة. انا نبهتك قبل ما تروح الكلية، قلت لك احنا من سكة والناس بتوع المظاهرات دول من سكة تانية خالص. يا ابني احنا ماشيين جنب الحيط، كل هدفنا ان احنا نكسب لقبتنا بعرقنا. قلت لك ده ولا ما قلتلكش؟ يا انت مش مصدقني ليه يابا؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي. ولما انا قلت لك وسمعت كلامي ما بتعملش بيه ليه؟ ولا عايز تقضي بيت عمرك ورا الشمس؟ يا ادم، يا ادم ابوك بيحبك وخايف على مصلحتك. هو قال لك اهو. خالي والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة يا خالي. وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه؟ يابا انا مش في الجامعة يابا. انت الجامعة مالها ومال المظاهرات؟ يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة واحنا من سكة تانية خالص. جري يا امين، ما تخف على الواد شوية. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، خف على الواد يا امين، ما هو كله بسببك. انا؟ امال امي؟ مش انت المسؤول عن تربيتهم وتوعيتهم؟ اراهنك اما الواد خاب بسببك. الله يسامحك يا امين. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، الله يسامحك. تعملي عاملة وترجعي تقولي لي الله يسامحك. يابا ما ينفعش كده. اهدى يابا، صح. اهدى. انت بتمد ايدك عليا؟ يالا انت مشدني والله. عال لا اسمع، اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليك كلمه هنا. لا انا هنا الكبير اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. اصحى. انا هنا الكبير، انا اللي كلمتي لازم تمشي، واللي مش هيسمع كلمتي يطلع بره البيت. اتفضل بره بره. ايه يا امين حرام عليك يا ادم. انت بره بره. ادم 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 حرام عليك يا ادم. تعالى رايح فين؟ ما تزعلش منه، ده في الاول في الاخر ابوك خايف عليك. هنزل شويه. ادم ادم انا عايزه شقه لوحدي. جرى يا بطه، انت عايز الشقه ولا مرزوق؟ الشقه طبعا. عين العقل. حاجه تاني؟ بقول لك ايه يا عم عبيد، بتفكك اخويا من حكايه تصوير المستندات دي وتيجي تشاركني؟ اشاركك؟ اشاركك فيها زغلول. انا اقول لك تضم محلك على محل الملابس بتاعنا وربنا يكرمنا ونوسع المجال. ايوه بس انا الصراحه يعني ما بفهمش في شغلانه الملابس بتاعتكم دي. أنا ومين بيفهم يا حبيبي؟ انا ذات نفسي ما بفهمش في الملابس. شوف يا عبيد اخويا، ما دام الرزق حلال ربنا بيبارك وبنستر الناس ربنا بيكرم. ايوه بس الصراحه يعني انا يعني ما زي ما تقول كده ما معيش فلوس يعني اشاركك بيها. ما شاء الله ما شاء الله، الف الف مبروك. الله عليك يا عم امين، منور الكرسي والله، فعلا الرجل المناسب في الكرسي المناسب. شكر يا معلم فتروح، ده بس من ذوقك. لا ده من حظك وسعدك وهناك وبختك الحلم. على ايه يا حسن؟ دي مسؤولية وهم ما يتلم. اخر المتمة ايه؟ زيادة في المرتب 40 جنيه. ده بس الجواني، انما البراني حاجة تاني، حاجة تاني خالص. براني ايه؟ البراني برضك ملاليم، لا بيودي ولا بيجيب.
اسكت يا راجل اسكت اسكت، ده انا شارب الهم من كعاني. خلاص من النهارده هتودع الهم والغم والفقر، بس انت اسمع كلامي وهتاكل بقلاوه. ايه خير؟ ليه واحد حبيبي بيشتغل مجول في المعمار، الراجل ده مريش حبتين، وكمان عنده حته ارض عايز يطلعها عماره 12 دور. اه يا سيدي ربنا يزيد ويبارك. ايوه بس في مشكله، الراجل ده واخد ترخيص ان يبني العماره 6 دور بس. لا ده كده يبقى في مشكله فعلا. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لك ليه يا حلو يا عسل يا ابو بوك نور؟ ايه جاي يعني عايز اعمل لك ايه؟ تعمل له ترخيص جديد، وبدل الست دوار تخليهم له 12 دور. يا معلم انت بتقول ايه؟ ده كده يبقى مخالفه للقانون. يا عم امين الراجل مستعد يدفع ثمن التراخيص والمصاريف اللي تطلبوها، وكمان هيبني العماره بما يرضي الله وبالاصول. ده مستثمر، ليه تطفشوه؟ اذا كان علي انا ما عنديش مانع، بس برضه لازم ارجع للمدير العام. مدير العام؟ وترجع له ليه؟ ما انت في ايدك تخلص الموضوع، وكمان الراجل ما عندوش مانع ان ياكلك بقلاوه. لا يا معلم فتوح، انا برضه بتاع الحاجات دي. الله، جرى ايه يا امين؟ ما احنا كلنا عارفين انك انت بتفتح الدرج، هتعملهم عليا ولا ايه؟ انا بفتح الدرج عشان امشي شغل الناس، انما مش عشان ازور تراخيص واضرب تراخيص. ومين قال كده؟ الراجل عايز يمشي بالقانون، بس انت هتديله استثناء، وزي ما انت هتقدره هو كمان هيقدرك، بس المهم تخلص الموضوع وتعمل له التراخيص. كل حال زي ما قلت لك برضه لازم ارجع للمدير العام. اوه كانك فجري وهتضيع منك ال 20,000 جنيه. 20 جنيه؟ ايوه 20,000 جنيه، وكانه ما يكونوا من نصيب المدير العام، ما هو الفجر عارف صحابه. يعني هو الراجل قال لك انه عايز يدفع المبلغ ده في الترخيص؟ زي ما قلت لك، ولما انت تشوفه هو هيشوفك، وكمان في يدك تشوفه بالمداري من غير ما حد يعرف ولا ياخد باله. والله الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه، فكر انت بس الاول وبعدين رد علي. تعبتينا من اللف يا بطه. ايه يا مرحبا، مبروك يا بطه. ألف مبروك، فرحان؟ ها؟ لا 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 سجاير، لا احنا اتفقنا ياخد بطة مفيش سجاير، مش هيلمسها خلص. هنتكلم في ده، هنتكلم. ولا رجع الجهاز؟ لا لا يا عم رجع السجارة. حلو، ألف مبروك يا عريس. أوه. ألف مبروك يا بطة، ربنا يتمم بخير إن شاء الله. الله يبارك فيك. عقبالك يا هان. ولا كبرتي يا بطة وبقيتي عروسة. عقبال ما اجيب جهاز ولادك يا رب. عقبالك يا ادم ان شاء الله قريب. ده بيت امين عبد الحي سلامه. ايوه يا باشا. بيقولوا قبض على عم عاملين في رشوة، وكمان ايه جايين يكبسوا عليه عشان يظبطوا الفلوس اللي قبضها. كلام ايه اللي بتقوله ده يا ديس؟ حرام عليك يا جدع، عم امين طول عمره راجل نضيف وسمعته زي الجنيه الذهب. نضيف؟ مش انا اللي بقول يا سمينة، الحكومة اللي بتقول، ولو مش مصدقني روح اسألهم. هدي اخر المشي العوج والقبض بالايد الشمال، ده بكرة تبقى فضيحتهم بجلاجل. فضيحة بس؟ دي فضيحة بريحة، واللي ما شمش الخبر بكرة هيشم وريحته ومنتنا تبقى في كل مكان. هحمدك يا رب، ده ربنا خلص لك يا ولا طارق يا حبيبي. حبيبي ياما. لما تطلع ياض بقى بنت انتي متقلقوش ان شاء الله خير، وبعدين ان
شاء الله هيطلع صوته فاهم وهنمشي كلنا مع بعض. بس بدات بقولك يا طه ايه يا تاخد اخواتي تروحهم والمره تقعد معاهم شويه وتجيب لي جاكيت وانت رايح. لا يا ادم انا مش همشي من هنا لما اطمن على ابوك. انا مش هسيبك يا ادم. خلاص يا ادم سيبك شو عامل يا ادم انت بتعمل ايه هنا؟ ايه ده؟ انت عندك حاجة ولا ايه؟ لا ابدا انا ابويا بيحققوا معايا في مشكلة كده. بيحققوا معايا في ايه؟ حاجة كده يعني ان شاء الله خير. طب ايه ده؟ انا كده كده داخلة للمأمور. اديني اسمه باباك بالكامل وانا هحاول افهم منه ايه الموضوع. انت تعرفي المأمور؟ لا داخله له في حاجه لازم اخلصها معاه. طب والنبي عليا لا تقفي جنبي، انت عارفه انا ما عنديش واسطه ولا اعرف اي حد. تكلميه كده ولا تقولي له اي حاجه. ما تقلقش يا ادم قولي بس اسم باباك بالكامل ايه؟ امين عبد الحي. طب اهدى واستناني هنا وانا راجعه لك على طول. أنت متهم بتقاضي رشوة والتربح من خلال وظيفتك الحكومية يا سيد أمين. أنا غلبان يا سعادة الفيه. أنت متصور صوت وصورة وأنت بتاخد بقية المبلغ، يعني القضية لبساك لبساك، مفيش داعي للإنكار. أخدت الرشوة ولا لا؟ غصب عني يا سعادة الفيه. والله غصب عني. الدنيا كانت ملطشة معايا ومش عارف أعيش. كنت مضطر والمضطر بيركب الصعب. مفيش أصعب من فساد الذمم والأخلاق ولا إيه يا سيد أمين؟ عارف عارف والله يا سعادة البيه. أنا كنت عايش بما يرضي الله وكافي خيري شري وراضي باللي بيبعته ربنا. بس مش ذنبي أنا ترس في مكنة بيه والمكنة كلها مصدية، يعني كان لازم الصدى يطلني. سعادة البيه أنت لو حطيت تفاحة بايظة جوه قفص تفاح سليم القفص كله هيبوظ ويعفن. شوفوا مين اللي ساب التفاح البايظ جوه القفص لغايه القفص كله ما باظ. يعني انت معترف انك اخدت الرشوه؟ وانا الواحد اللي باخد يا سعاده البيه؟ ما البلد كلها بتاخد من كبيرها لصغيرها بياخد. الكل فاتح الدرج ومستني السبوبه اللي هيرميها له صاحب المصلحه. هو في حد عايش على مرتبه النهارده؟ قبل ما تحاسبونا احنا بيه حاسبوا الكبار، الكبار اللي باعونا برخص التراب خدوا عمولات بالملايين. ولا هو الغلبان في البلد ده مالوش ظهر؟ هو اللي لازم ينضرب على بطنه لحد ما يموت. ما تكتبش الكلام ده يا ابني. عم امين حاسب على كلامك قبل ما تلبس قضيه تانيه غير قضيه الرشوه. ما عادش تفرق معايا بيه. انا خلاص راح في داهيه راح في داهيه. ازاي عليك النبي؟ دوروا على راس التعبان واقطعوها. دوروا على الكبار بخدروا ومس من قدامنا وسابونا نسأل الله في حق الرغيف الحاف مش لاقيينه. دوروا عليهم وخلصوا البلد منهم عشان الغلاب اللي زي حالتنا احنا يعرفوا يعيشوا. والله العظيم لو مسكتوا دلوقتي انا روحكم. في ايه؟ اسكتوا بقى يا جماعه. اهدى يا ادم. قلبي معاك يا بطة، قلبي معاك يا سامية. شفت بختنا ما اعرفش ماله يا هلا. تعرفيش امي عامله ايه دلوقتي؟ جبنا لها دكتور ان شاء الله تبقى كويسه. اطمن يا ابني زمان ام نضال قاعده معاها دلوقتي. قولوا لي عم امين عامل ايه؟ ولا حد عارف اي حاجه. استرها يا رب. كنت مستخبينا فين ده كله يا ربي. هادي بس هادي ما تعمليش في نفسك كده يا بطه. انا ازاي بس؟ مش عارفه هنلاقيها منين ولا منين؟ اطمنوا عم امين طول عمره راجل شريف واكيد بريء ومتهمينه غلط. انا قلت كده برضه. أبوك طول عمره راجل محترم لا يمكن يعمل كده. مرزوق ايه اللي حصل يا مرزوق؟ أبوك لابس قضية رشوة. ايه؟ يا لهوي رشوة؟ رشوة ازاي يعني؟ قلبي معاك مش مسكون متلبس؟ ازاي؟ متلبس؟ متلبس ازاي يا مرزوق؟ متلبس ازاي؟
ماما. بعد الاطلاع على اوراق ومستندات في قضيه رقم 38 جنايات القاهره، حكمت المحكمه حضوريا على المتهم فتوح محمد هريدي والمتهم امين عبد الحي سلامه مرتشي موظف عام، وذلك بالسجن 3 سنوات لكل منهم. تقبل الله. تقبلنا الله. اسم الكريم ايه؟ ادم. ادم اسم جميل. الله، ده اسم ابو الانبياء والخلق. اخوك مصطفى. انت من منطقه هنا يا ادم؟ من ابو العلا. ما بشوفكش كتير معانا في صلاه الفجر. بصراحه يعني انا مش منتظم في الصلاه قوي، بس عندي شويه مشاكل كده، قلت اجي اصلي معاكم الفجر يا جماعه. انت ابن حلال، لان انا هقول لك دعاء تقول ورايا كده، ربنا سبحانه وتعالى هيكشف عنك كل كربك وهمك. اللهم اني اشكو لك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس اللهم اني انا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك عدل في قضاؤك ماض في حكمك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني ان شاء الله ربنا هيفك عنك جميع كرب. امين. اخوك محمد. على فكره احسن حاجه اللجوء لربنا. انا كنت زيك مش منتظم لغايه اما ربنا سبحانه وتعالى بعت لي واحد اخذ بايديا وقال لي كلمه لسه فاكرها لغايه دلوقتي، قال لي ان الصلاه هي الصله اللي بينك وبين ربنا. فمعقولة نقطع الصلة اللي بيننا وبين الخلائق؟ ربنا يخليك يا شيخ مصطفى. وعايزين كده نشجع بعض ونشوفك دايما معانا كده ان شاء الله. ان شاء الله. نشكر. يلا بينا بقى مع الاخوة نسمع كده درس ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بيه ان شاء الله. ان شاء الله. يا شيخ ادم. ايه يا باشا؟ مش لابس اليونيفورم ليه؟ يونيفورم ايه يا باشا؟ الجلابيه والطاقيه والسبحه. ما تاخذنيش يا باشا، مش فاهم حضرتك تقصد ايه. يا ابني عدة الشغل. يا غالة. اصل زي ما تقول كده يعني خير اللهم اجعله خير يعني. جات لي كده صوره في المنام وانت لابس فيها ابيض في ابيض. جلابيه بيضة وطاقية بيضة وماسك سبحة خضرة. بسم الله ما شاء الله عليك زي القمر. وقال ايه؟ داخل مسجد الرحمن في منطقة ابو العيلة، وقابلت كده ناس لابسين ابيض في ابيض، ناس من هم الطيبين دول قاعدين بتخططوا لحاجة، بتكلموا في حاجة، ناويين على حاجة. بس ساعتها بقى انا صحيت، معرفش بقى كنت بتتكلموا في ايه. يالا كناش بنقول حاجه يا باشا. انا كل الحكايه ان انا اليومين دول تعبان وظروفي ملخبطه معايا، فقلت انزل اصلي الفجر.
بالصدفة هناك قابلت ناس معرفهمش، قالوا لي تعالى احضر معانا درس الدين. عينك ما تفرقش عيني، كمل. قالوا لي تعالى احضر معانا درس الدين، قعدت معاهم وحضرت الدرس، كنت محتاج اسمع كلام ربنا يطمني. واطمنت يا روح امك؟ عينك ما تفرقش عيني، ولا خزهم لك؟ ها؟ انت متعود تروح الجامع ده؟ ابدا يا باشا، انا بروح بس في الجمعه والعيد. وش معنى الجامع ده تحديدا؟ ابويا يا باشا كان معودني من وانا صغير اروح اصلي في الجامع، زي ما تقول كده يعني، كان فرحان بخلفتي عشان انا الولد الوحيد على بنات، كان بياخدني نروح نصلي في الجامع. كل الحكايه كان نفسه ان ابنه قلبه يتعلق بالجامع كده. حضرتك عندك ابن ونفسك تشوفه كده، نفسك تشوفه قلبه متعلق بالجامع. مش حضرتك عندك ولاد برضه يا باشا؟ ربنا يخليهم لك. ايوه يا عروسه، الساعه جايه لك ان شاء الله. الرصيد خلص. الدومه وعليك يا قلبي يا ابو حميد. بقول لك يا معلم، ما تخليك جدع وتجيب الطلب ده وصله لنا. انت عارف الاستاذ جوهري، وانت عارف يا ريس فتحتي النهارده، ما تبقاش رخم بقى، حط حاجه. خلاص يا وادي، الف الف مبروك يا حبيبي. حبيب قلبي، عقبالنا يا رب ان شاء الله. الله يسهل له يا عم. حبيب قلبي الله يسهل له. مش عايز حاجه؟
than just your client. What the hell are you doing? It's just you look so hot. You're drunk. Listen, you give me my money now or I swear to God I'm calling the police right now. Whoa, relax. Relax, babe. Why are you so nervous? I'll make you an offer. You can't refuse. Your check for a kiss. Back off! What? It's a good deal, girl. I said back off! Loosen up, baby. Let's do this. ايه ده؟ 81؟ ده ناقص 80. اللي واخد عقلك يا عم ادم ماشي يا هانا. ايه يا استاذ بس استهدى بالله بس استهدى بالله. في ايه؟ في بيقول ايه ده في ايه؟ ده جوزك ده؟ لا لا مش جوزي. معلش استهدى بالله استهدى. مش كوزي. ويت ويت يا خواجه ويت ويت. اهدى بس يا عم خواجه. درينك ايه بس؟ انت متاكده ان ده مش جوزك؟ قلت لك عشاني مش جوزي. طب ده بتعمل ايه؟ ليت مي جست توك تو يو. بتعمل ايه هنا طيب؟ انا مهندسه نيلة ديكور عملت له ديكورات فليت وكنت جايه اخد فلوسي. يو اوت يو ستاي. حياه امك. يو ونا ستيل ماي وومن؟ You wanna steal my woman? Hey! Come on.
بقول لك يا ابو شوق، الراجل ده عايزين نزود له الحاجه شويه، وكلمني في التليفون وزعلان منك جدا وبيقول لي الحاجه طلعت قله. هو الجدع ده بقى مصري ولا ايه؟ مش هنعرف نضحك عليه تاني يعني؟ وبعدين ما ينفعش نزعله يا شوقي، ده بيدفع بالدولار بصراحه. اه وبيحرق كتير. طبعا ما هو لازم يحرق كتير، انت ما انت شايفه جرم ازاي. بس انت متاكد ان الخواجه قال لك قله؟ ايوه يا عم قال لي قله. ايه ده، ده الباب مفتوح. الزهر بتمطر بيتزا كمان. اه صحيح. خواجة ريتشارد، خواجة، ايه ده؟ ايه اللي بهدل الدنيا هنا كده يا شوقي؟ مش عرفني، انا مش كنت معاك. الحق يا نهار ازرق. يلا بينا بسرعة يا شوقي، الحكومة جاية يا شوقي. بس اثبت. بقولك ايه، الخواجة ده كان معكمهم. معكمهم ايه ومهبب ايه؟ بقولك الحكومة جاية، يلا بينا يا شوقي. الله يخليك. وطي صوتك، دي فرصتنا وجت لغاية عندنا. بقولك ايه، الموقف ده عايز رجولة، عايز قلب ميت يا شوقي. اسمع اللي بقولك عليه، انا عايزك تلم الدنيا اللي هنا وانا هطلع واشوف فيه ايه فوق. طب يلا خلصني بسرعة. يلا يا شوقي. استر هارب. متقلقش واطمن، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله. يا رب استر يا رب. امي اتصلت بيا يجي 100 مره وما ردتش، اكيد قلقان عليا جدا. انت بتعمل ايه؟ اقفل الموبايل بتاعك. ليه؟ ليه؟ ممكن يعرفوا مكانك عن طريق القمر الصناعي. اقول لك، يبقى انزل في اقرب تليفون عمومي كلمها مني، ده اسلم حد. الو. ايوه يا ام، وحشتيني. انت فين يا ادم؟ اتفضلوا. الشهود دول كلهم بقى كده بربطة المعلم مالهمش اي لازمة. احنا قدام لغز كبير، وحل اللغز ده في ايد اتنين مالهمش تالت، ادم عبد الحي وشريكه صاحب البصمة المجهولة. ادم عبد الحي كده كده معنا، وخصوصا لما اترفعت البصمات من مسرح الجريمة طلعت مطابقة تماما لبصمات ادم عبد الحي، يعني كان موجود ساعتها، وده اكبر دليل. تمام يا باشا، انا حاسس ان احنا وصلنا لمعلومات مهمة جدا. ايوه، بس في تقرير هنا بيقول انهم لقوا طلقة مدممة مستقرة في الباب من فصيلة غير فصيلة المجني عليه، وده معناه ان الجاني او حد من اللي كانوا معاه اخد طلقة وتعور. هشام بيه، شيء طبيعي ان الراجل الامريكاني لما حاولوا يقتلوه كان بيدافع عن نفسه. ايوه باشا، بس فيه تقرير هنا تاني بيقول ان كل الاسلحة المستعملة في الجريمة ملك للمجني عليه، بدليل انهم لقوا رخصهم والذخيرة بتاعتهم في الدولاب عنده. عايز توصل ليه؟
عايز اقول يا باشا ان مفيش حد هيدخل بغرض السرقه وما معهوش حته سلاح صغير يدافع بيه عن نفسه ولا يهدد بيه لما يتمسك او اي حاجه. تمام يا سيف بيه، ده حتى من باب التامين اهو. هو ادم عبد الحي، واضح ان الواد ده محترف. اه هتلاقي الواد ده هشام بيه راقب الراجل الامريكاني بين اسبوع او 10 ايام، وبعدين الواد مش لوحده، اكيد معاه عصابه طبعا. عرفوا تفاصيل الراجل الامريكاني وعرفوا انه غاوي مقتنيات وعنده اسلحه ببيته، واستولوا على الاسلحه وقتلوا بيها عشان يسرقوا على رواقه ويقطعوا علينا فكره ايه؟ سبق الاصرار والترصد. اه ده كان في كمان هارد ديسك مع المسروقات متوصل بكاميرات المراقبه علشان يسجل كل حاجه. اهي دي بقى معلومة مهمة جدا. تفتكر يا شامبي سرق الهارد ديسك ليه؟ أكيد عشان الكاميرات صورت الجريمة بتاعته، فسرق الهارد عشان يمسح كل اللي عليه ويلغي دليل الإدانة. شفتلكم مفيش غيره، هو آدم عبد الحي صاحب الجريمة اللي احنا فيها دي. مش شرط يا باشا، بعد إذنك يعني. مش شرط عشان بصماته موجودة في البيت يبقى هو. الله. طب ما نانسي ليها بصمه على اكره الباب، والسواق والبواب، كل دول ليهم بصمات في كل حته في البيت، ده غير طبعا صاحب البصمه المجهوله اللي احنا مش عارفين نلاقيه لغايه دلوقتي. ده واضح ان انتوا تعرفوا ادم ده كويس جدا. لا يا باشا، اصل ادم ده حبيب هشام بيه. وارد ان نانسي او البواب او السواق يكون لهم بصمات جوه الشقه لانهم يوميا بيتعاملوا مع المجني عليه، لكن ادم عبد الحي وشريكه يكون لهم بصمات جوه الشقه ليه؟ طب ازاي؟ ايه؟ بيدخلوا الاوردر بالفيس لغايه اوضه النوم؟ جايز. جايز يا سيف بيه. بس على فكره لو كان هو اللي عملها انا مش هرحم. محسن بيه، كل الشهود دول يتحطوا تحت المراقبه، يمكن نوصل من خلالهم لاي خيط يوصلنا لادم عبد الحي. الواد ده لازم يظهر وبمنتهى السرعه. هات لي اهله وحقق لي معاهم، ان شاء الله تجيب لي الجيران. تحت امرك يا باشا. ماشي يا ابن صبرا. طمني يا ستي، آدم في أمان، وجبت له أكل وكلم أهله وطمن عليهم وكله تمام. طمنين أنت على نفسك، عملت إيه لما استدعوك في الاسم؟ ده كان موقف صعب قوي يا بابا. حصل إيه؟ سألوني إيه علاقتي بالقتيل. أكيد، أمال هم هيستدعوكي ليه؟ المهم أنت قلت إيه؟ ولا حاجة، قلت لهم ان هو كان عميل عندي، واكدت على اني كنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليا، بس قلت ان انا روحت قبل الميعاد اللي انا روحت فيه بساعه علشان يبقى منطقي اني ما شفتش الحادثه. حال كده تمام قوي، اوعي يكون بان عليكي اي حاجه. معرفش بابا، هو احنا هنفضل مخبيين الحكايه على البوليس لغايه امتى؟ لغايه ما يمسكوا السارق ويقبضوا عليه بالمسروقات. طب وافرض ما لقوهوش؟ الحل التاني بقى انكم تروحوا تعترفوا ويقبضوا عليكم وتفضلوا جوه لغايه ما يمسكوا السارق ويقتنعوا ببراءتكم. انهي احسن بقى، انكم تستنوا بره لغايه ما يمسكوا السارق، ولا تروحوا برجليكوا للسجن لغاية ما يظهر دليل براءتكم ويعالم هيجي امتى؟ معرفش، انا ما بقتش عارفة حاجة خالص. مشاهدينا الكرام، اليكم هذا الخبر العاجل. جورج! نانسي! انت في ايه؟ الحقوا بسرعة! في ايه؟ اعلنت جماعة شهداء الجنة مسؤولية عن حادث مقتل الامريكي من القاهرة، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجماعة بأن هذه هي أولى عمليات الجماعة في مصر، وأن عملياتها سوف تتوالى في المستقبل. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، دي كده ضلمت أكتر. وكنت عايزة تروحي تعترفي. الحمد لله إنك ما رحتيش. طب والعمل يا بابا دلوقتي؟ العمل؟ العمل عمل ربنا. إيه ده؟ هو الواد ده ماله؟ منحوس ولا حظه وحش؟ ده احنا في كارثه.
واضح انك بقيت المتهم الاول في القضيه. في جماعه ارهابيه اعلنت انك منتمي لي. يا نهار اسود، ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني انا كده بقيت قاتل وسارق وارهابي؟ ايه الافتراء والظلم ده؟ ده كدب. انا عارف انهم كدابين، بس كل اللي بيدور في الاعلام بيأكد كل كلامهم، عشان كده وجودك في القاهره خطر عليك. امال اروح فين يا دكتور؟ هاخدك عندي تستخبى في مزرعه صغيره في الفيوم. شكل كده استخبى بقيت عمري. ما تقلقش، خلي املك في ربنا كبير. ونعم بالله. ازاي يا استاذ تغير المانشيت اللي انا كاتباه من حادث قتل امريكي لجماعه ارهابيه بتغتال امريكي على يد متطرف مصري؟ انا رئيس التحرير، من حقي احذف وضيف اللي انا شايفه بمصلحه الجريده. ثم اديك شفت المانشيت عامل ازاي؟ الاعلانات زادت وتوزيع الجريده زاد. يا فندم، انت كده بتفرغ الرساله الصحفيه من مضمونها وبتحولها لتجاره. رأي عاليه ان انا رئيسي في العمل. حضرتك كده بتحكم على بريء بالاعدام من قبل حتى ما المحكمه تحكمه. كل وسائل الاعلام ساعد الخبر، مش احنا بس، كلهم جري ورا الخبطه الصحفيه ومحدش فيهم اهتم بتفاصيل الخبر اللي بينفي التهمه عن ادم وبيثبت براءته. انا عايز افهم، انت مالك متحمسه قوي للبني ادم ده؟ هو قريبك؟ انا فعلا متحمسه لان زميلي في الكليه وانتيم طاهر زميل، وعارفه ومتاكده انه ملوش في السياسه من اصله. انا مش بشك فيك يا عليا، بس ايه دليلك على انه بريء؟ اولا سلاح الجريمه طلع بتاع المجني عليه، وده اكبر دليل ان ادم ما كانش داخل بدافع القتل ولا السرقه ولا عنده نيه سبق الاصرار والترصد. ثانيا داخل شقه القتيل لقوا كاميرات مراقبه متوصله على هارد وتصور عليه الجريمه كامله، والهارد ده اتسرق ومش عارفين مكانه فين لحد دلوقتي. عارفه عليا، برغم اسلوبك اللي انا مش متقبله بالمره، لكن دي معلومات مهمه جدا اللي بتقوليها. انا كتبت مقال جديد وكاتبه فيه كل مستجدات التحقيق. للاسف يا عليا مش هينفع. ليه؟ لان جالنا قرار بحظر النشر في القضيه بتاتا. يعني ايه بقى؟ يعني مش هقدر انشر لك الا لما النيابه تدي قرار بكده. دي تاني بوله تخسرها النهارده يا ابو عاطف، مالك مش مركز في اللعب خالص النهارده؟ في ايه؟ مفيش يا مرق يا اخويا، بس تعبان شويه. وايه اللي تعبك؟ موضوع مأزمني كده يا جدع. موضوع ايه؟ الله، وانت مالك؟ وانت مراتي ولا ايه؟ لا ده انت مونون على الاخر. بقول لك ايه؟ ايدك على فلوس رهان البوله بتاعتي اللي كسبتها منك. معيش ولا مليم. كلام ايه ده؟ ما انت نفضتني من كل الفلوس من الصبح يا جدع. لا بقول لك ايه؟ انا عايز حقي، لحسن لو ما خدتوش هتنحس. عاطف. ايه ده؟ فوق عاطف. فوق يا ابني، يا ابني انا عايز حقي كده. الموبايل ده انا هاخده تخليص حق. وايه تاني؟ وايه تاني؟ وايه تاني؟ شكله غالي، انا واخده بيقرا. انما ايه الحته ده مصالح ده؟ ده هارد يا غالي، اشتريته النهارده كده من واحد بربع الثمن ولسه هشوف فيه ايه. ده مامور زي انت مصالح. طب ما تورينا كده يا معلم. حبيبي يا غالي، عيوني. دي افلام ثقافيه صناعه منزليه يا غالي. اموت انا في المستقنص. ده واضح انها لنفس الراجل بس مع ستات كتيره. شكله بيحب المزاج وبيحب التنويع يا معلم. هما دول يطلعوا كام فيلم فيها مصلحه؟ دول دي 10 20 30 40 50 حبيبي، دول 200 فيلم بالتمام والكمال يا معلم. يا 200 الف حلاوه عليك يا ابو سمره. دول بقى نتفرج عليهم ونطبع منهم ل 200 سنه قدام. دي مصلحه وجات ظبط الحد عندنا يا غالي. ابوت انا فيك يا ابو سمره، يا ابو المصالح، يا مستكنس. انسى، انا عارف ومتاكد ان انت حاسه بتانيب ضمير كبير، بس معلش لازم تستحملي. ما هو يا ريت معلش دي ممكن تصلح حياته اللي خربتها. ننسي، دي حاجه اسمها قدر ونصيب. هو انتوا يعني كنتوا متفقين؟ عموما مش انت عارفه ومتاكده ان ادم بريء؟ تاكدي كمان ان شاء الله ربنا هيثبت براءته.
ازاي بس وامتى؟ دي حاجه بتاعت ربنا بقى يا نانسي. انا صعبان عليا قوي اهله وحبيبته دي، ذنبهم ايه بس؟ هيرجع لهم بسلام، وانت عشان خاطري لازم تهدي. انا بفكر اروح لهم واطمن عليهم. لا يا نانسي، كله الا ده ما ينفعش. انت عارفه كويس ان هم اكيد متراقبين، مروحك اليوم هياكد ان في علاقه ما بينكم، وده طبعا هيخلي البوليس يشك فيكي اكتر. ما هو انا ما ينفعش افضل قاعده ساكته، نفسي احس اني بساعده اكتر من كده. لو ضروري يعني انا ممكن اروح له بدالك، اطمن عليهم واطمنك. بجد؟ اه طبعا بجد، على الاقل انا ليا حجه اروح بيها، مش انا بشتغل في منظمه حقوق الانسان، ممكن جدا هذا ده يكون حاله من حالات البحث الكتير اللي عندي. ثانك يو يا امير، بجد لو عملت كده تبقى جدع جدا. لا ثانك يو على واجب. هاتي العنوان. حاضر، ثواني اكلم بابا، خليه يكلم ادم ويجيبه لنا منه. فين بقيه حق اللي عليه؟ حق؟ حق ايه يا ابو حق؟ فلوس اللي عليك بتاع اخر بولك سبتها منك. انت لسه فاكر يا مرعي؟ باقي عليك 100 جنيه منهم ولازم تدفعهم لي دلوقتي. 100 جنيه بس؟ ده انا كنت فاكرهم اكتر من كده يا جدع. لا، ما انا خدت من عندك شويه حاجات كده تخلص حق، انت ناسي ولا ايه؟ حاجات ايه اللي خدتها من عندي يا مرعي يا اخويا؟ ده حته موبايل سكه ما جابش ثمنه، وبتاع كده بيقولوا عليه اسمه هارد، كان مرمي في الدرج. هو انت اللي خدت الهارد؟ وديته فين انت؟ ده ايه يا عمنا؟ ده حقي وانا سرقتك ولا ايه؟ هديك فلوسك كلها حالا على داير مليم، بس ارجوك اديني الهارد. الهارد خلاص انا بعته، ده حتى ما جابش 200 جنيه على بعض. بايه؟ بعته؟ بعته لمين قال؟ لواحد اسمه سمير مصالح، فاتح محل كهربائيات مستعمله في وسط البلد. اديني العنوان يا وش المصايب. انا عايز اعرف هو الهارد ده عليه ايه؟ وتمن اهلك يالا. ايه؟ باين عليه حاجات كتير تهمك قوي. اه سوري سوري وانا بستحمى. اخص عليك، هو انت منهم؟ اديني العنوان بسرعه. اه ده نادر. اه باشا، في حاجه حصلت كده قلت لازم اجي ابلغ سعادتك بيها. تمام. واحنا بنراقب بيت اهل ادم مراقبتنا العاديه، في راجل غريب كده جه زارهم اول مره اشوفه. الراجل ده بعد زيارته ليهم بفتره قامت خناقه في بيت جارهم اللي ساكن قصادهم على طول. جارهم ده مسك بنته ادالها علقه يا فندم، البنت اغمى عليها لدرجه ان هم نقلوها المستشفى. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا فخور بيك يا نادر. ما يولع الراجل وبنته، انا مالي؟ انا استفدت ايه؟ فين المعلومه يا فندم؟ احنا تحرياتنا اثبتت ان البنت دي على علاقه بادم، وان ادم بيحبها وكان ناوي يقرا فتحتها، بس ابوها اللي ما كانش موافق. يعني ادم كان له حبيبه. ايوه يا فندم، ده اللي تحرياتنا اثبتته. اكتشفتوا الكلام ده دلوقتي؟ ها كنتوا فين قبل كده؟ نايمين على ودانكم ليه؟ ده اللي يعتمد عليكم روح في 60 داهيه. يا فندم انا بقول لسعادتك احنا لسه. تقول لي ايه يا فندم؟ انا بقول لسعادتك ان الموضوع ما كانش رسمي، يعني ما بقاش علني. يعني ما لبست دبل. طب ما تقولي كده يا اخي من الصبح، فرقت ايه معايا في التحقيق؟ انتوا مش مركزين ليه؟ امتى هتفهموا ان انتوا بتشتغلوا في امن دوله؟ اسمها ايه البت دي؟ اسمها هنا يا فندم، هنا عبيد، واحنا صورناها لسعادتك وادي الملف بتاعها. هات. ايه اللي جاب امير في الصوره دي؟ ما هو ده يا فندم الراجل اللي بقول لسعادتك عليه، ده الراجل اللي زارهم وبعدها بشويه قامت المشكله. بقى كده سعادتك احنا عملنا تحرياتنا عن الراجل ده عندنا كل معلوماته. يعني بنت في المستشفى، طالما حبيبه القلب في المستشفى يبقى اكيد الحنين هيعمل فيها روميو ويروح لها زياره. تفتكر يا فندم هو على مكتبك يا نادر؟ تمام صح. امير يا بكار. عم جيجا، امال فين مصلحه؟ راح مشوار رفيع كده وجاي. خش اتفضل مكانك ده. الله يبارك. اتفضل يا ابو. الله يبارك. بقول لك ايه، امرني ما تجيب لي حلمة بحليب من القهوة. حاضر من عينيا. القهوة؟ حاضر يا ابني.
هذه المصيبة، دي جريمة. ايوه يا فندم، نانسي طلعت من الفيلا واحنا طالعين وراها. اتفضل يا دكتور. ايوه يا فندم، امير طلع من العياده واحنا طالعين وراه. الو. ايوه يا امير. لا دي راحت استراحه الفيوم. طب كلمها يا عمي وخليها ترجع بسرعه. ايه خير؟ في ايه يا ابني؟ في حد بيراقبني واكيد هي كمان. طيب طيب ماشي، انا هكلمك بعدين. سلام. ردي يا نانسي، ردي ردي يا بنتي علي. جورج يا بنتي ما بترديش ليه؟ رد عليا الله يخليك. يا جورج استني يا سيسي، مش وقته. انت بتكلمها والموبايل بتاعها في ايدي. ايه نسيته؟ يا دي المصيبة. شريف شريف شريف. الو. والتاني يروح لهنا. يلا علموا المكان. ايه ده؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ بقولك ايه؟ ما شفتيش واحد معدي في الصالة كده اسمه ادم امين عبد الحي؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده، حضرتك بتتكلم عن مين؟ ادم فين يا نانسي؟ ما اعرفش، انا قلت انا ما اعرفش، انا ما اعرفش ده مين اصلا. ما لقيناش حد فوق يا باشا. مفيش حد. كنت عارف، كنت عارف ان مفيش حد فوق. يلا يلا، واحد يتحفظ لي عليها، ما تغيبش عن عينيكم. يلا بقى، ما تعرفيش هو فين. ها ماشي ماشي يا نانسي. ادم Oh,
انا عارف انك هنا يا ادم. سلم نفسك احسن لك، الحكايه خلصت خلاص يا ابني. ما تصعبهاش عليك وعلينا. انا مش فاهمك على فكره، مش فاهمك. ايه الفايده من هروبك ده يعني؟ هتستفيد ايه؟ ولا اي حاجه. الفايده في انك تسلم نفسك، على الاقل هتتحكم وتخلص يا اخي. لكن اللي انت عامله في نفسك ده ايه اخرته يعني؟ هتعيش طول عمرك هربان، طول عمرك يا غبي. اسمع كلامي، ما انت كنت بتجري قدامي دلوقتي، كان ممكن بطلقه واحده نشك اجيبك الارض، بس انا ما عملتش كده. وانا ممكن اموتك دلوقتي، بس انا مش هعمل كده. وانا يا باشا لو كنت ضربتك دلوقتي مش كنت هتدافع عن نفسك؟ صح؟ انا عملت كده، دفعت عن نفسي. الراجل كان هيموتني، كان لازم ادافع عن نفسي. ولا انا مش من حقي ادافع عن نفسي عشان انا سواق فيسبا؟ بص يا ادم، بص انت يا باشا، انا عملت الصح ودفعت عن نفسي. ايه العيب في كده؟ ما هم دول الكلمتين يا غبي اللي انا عاوزك تقولهم، بس مش ليا انا، عاوزك تقولهم لقاضي، تقولهم لمحكمة، علشان نعرف ندافع عنك. لكن لما تقول الكلمتين دول ليا انا وفي المكان ده ملهمش اي لازمة. الكلام ده يا باشا مش هنا، الكلام ده ممكن يحصل في بلاد بره، انما هنا المحكمة ما بتسمعش غير الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه. سلم نفسك يا ادم، سلم نفسك، وانا بوعدك ان الكلام اللي انت هتقوله هو الكلام اللي انا هقوله، وهو اللي هتاخد بيه المحكمة، صدقني. بس سلم نفسك، سلم نفسك. امسك. يلا يا ادم. مش هسلم نفسي يا باشا، مش هسلم نفسي. يبقى هضربك بالنار يا ادم. اضرب يا باشا. انا ما بهزرش يا ادم، هضربك بالنار بجد. خدني بص، انما قسما بالله العظيم ما مسلم نفسي. اقف مكانك يا ادم، هضرب بالنار، هضربك. ايوه يا ابني. اوامرك يا باشا. لقيتوا الهدف؟ جالي البحث عنه ولا مستدل عليه؟ دوروا عليه في كل حته. علم وينفذ سعادتك. يلا دليل. في يا كريم مالك؟ ما تنجز. اصل بصراحه اخر حاجه كنت اتخيلها ان انا وانتي وطاهر نقعد نتفرج على حاجه شبه كده. لا وكمان فين؟ في الجرنان. بقول لكم انتوا الاثنين هتوروني اللي جايين توريهولي ولا اسيبكم واقوم امشي؟ خلاص خلاص، بس انتي المسؤوله. خلاص يا كريم وريني. اتفرجها. يا نهار اسود، قله الادب اللي انتوا بتوروها لي دي. انتوا الاثنين اصلا مش محترمين، وانا غلطانه ان ادم عدنان وروح كين زيكم. ايه يا هبله؟ اقعدي، ده الامريكي اللي قتلوا ادم. ايه ده هو بجد ولا انتوا بتهزروا؟ عينه وشحم ولحم. مين اللي معاه دي؟ واضح انه مريض وكان بيجيب ستات يصورهم من غير ما يعرفوا، واكيد دي واحده منهم. معنى كده ان في فيديوهات تانية لناس تانية؟ اكيد، انا قلت كده برضه. طيب وانتوا جبتوا الفيديو ده منين؟ انا جبته من على النت، في حد عمل له ابلود. طب ما عرفتوش مين الحد ده؟ ده اكيد الحرامي اللي سرق الهارد او حد تبعه.
صدقني تفكيرك شبه تفكيرنا، انا وطاهر فكرنا كده برضو. طب بصوا بقى ركزوا معايا، احنا لازم دلوقتي باي طريقه نوصل للي نزل الفيديو ده على النت، لان ده اول الخيط لبرايه ادم. حصل، وطاهر بينفذ وفي خلال ساعات هنجيبه. برافو عليكم، انتوا كده بتفكروا صح. طاهر هتعرف تجيب الاي بي ادرس؟ ان شاء الله هجيب امه لبراءه ادم عبد الحي. ما تلاقيش الواد طاهر ده جامد قوي، بس المهم الموضوع ده يفضل سر بينا، فاهمه؟ لغايه لما نلاقي الراجل. ما تقلقش، دي مساله حياه او موت، واظن يعني ان حياه بريء زي ادم تهمنا كلنا. اي خدمه. في الحقيقه في واحد كده اسمه مرعي جه هنا عندك كده وباع لك هارد كده بالغلط يعني. وبصراحه احنا كنا عايزين نرجع لك الفلوس اللي انت دفعتها فيه وعايزينه. ويا ترى بقى عايزينه فاضي ولا مليان؟ يعني ايه؟ يعني انتوا فاهميني كويس، ده انا بدور عليكم من زمان عشان اخد حق سكوتي على الجريمه اللي انتوا ارتكبتوها. انت شفت شفت ده انا شفت وسمعت وطمعت لما شفت المسروقات والساعات واللازم منه. بس ارجوك بلاش فضايحنا، يبقى تسمعوا الكلام عشان تاخدوا الهارد وتعيشوا في سلام. طلباتك 100,000 جنيه. ايه انت بتقول ايه؟ بس ده رقم كبير قوي. مش كبير ولا حاجه، ده انتوا سرقتوا وتسطرتوا على قاتل، ودي فيها بالقليله 10 سنين لكل واحد فيكم. ده لو سبتت علينا التهم. لا من الناحيه دي ما تقلقش، الفيديو اللي عندي هيخليها تثبت عليكم بغيرها. ها فكروا كده وقلبوها في دماغكم يا غاليين، وانا تحت امركم. ماشي، ادينا فرصه بس ندبر لك المبلغ وهنتصل بيك. اهو دخل اونلاين. متاكد ان ده الداتا اللي عنده الافلام؟ ايوه طبعا متاكد، انا جبت الاي بي ادرس بتاعه والفيسبوك كمان. طب تمام قوي، هنعمل ايه؟ هنحاول نثبته لغايه ما نجيب منه بقيه الفيديوهات. طب يلا يا طاهر كلمه، مستني ايه؟ اكلمه منين؟ انا عندي فكره، انا هخش على الاكونت بتاع مونيكا ونجره ونقع على ملا وشه. مين مونيكا دي؟ هتعرفي دلوقتي حالا. كلمه. هاي يا جيجا، اسمك لطيف قوي. لا لا بايزين. انا شفت الفيديوهات اللي انت كنت منزلها على سايت الابلود، خصوصا الفيديو بتاع البنت الشغاله والراجل السايح الامريكاني، عجبني. عندك منهم تاني؟ وبتتفرج عليهم لوحدك يا شقي؟ عايز يسمع صوت مونيكا. طب كلمه، انت على طول بتعمل صوت مونيكا في التليفون، ايه المشكله؟ لا انا مش قادر اركز بصراحه. عليا انت اعملي كده، خرجوني بره قله الادب بتاعتكم دي انتوا الاثنين. عليا عشان خاطر ادم. اسفه يا طاهر، مش هعمل يا جماعه بقى، مش وقت الكلام ده، الموضوع على بجد. ابعتوا الرقم. اتكلم. ابعتوا الرقم. انا هبعت له الرقم، معلش عشان خاطرنا. 010 رقم غريب اكيد هو. علي الو. لا بلا لا. ايوه انا مونيكا. صوتك حلو قوي يا روح الروح. ميرسي خالص. قولي بقى عندك كم فيلم من دول؟ عندي 100 فيلم كده. 100؟ دول كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليك يا روح الروح. طب ممكن تسلفهم لي؟ اسلفهم لك ليه؟ ما نتفرج عليهم سوا يا روح الروح. ده انت باين عليك شقي قوي. انت لسه شفتي حاجه؟ طب ممكن اشوفهم الاول وبعد كده اقرر. اشمعنى يعني الافلام دي؟ يا روح الروح. ايه يا روح الروح اللي انت عملته؟ اللي انت عملته قولها لي دي. وبعدين يعني السايح ده في حاجه شدتني مش عارفه ايه هي. هو انت بتاعت سياح ولا ايه؟ ايه بتاعت سواح دي؟ ما تنقي كلامك. وبعدين انا ممكن اشتريهم كلهم منك بالمبلغ اللي انت عايزه. طب بصي، انا هحسب حسبتي وارد عليكي. طيب اوعى تتاخر عليا، هستناك. جيجا لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. معلش معلش معلش، ما انت طلعتي بتمثلي اهو بقى، ما انا عامله لنا فيها قمطه ليه؟ انا شخصيا صدقتك. اصلا انا اتعودت لما اعمل حاجه اعملها صح، يا ما اعملهاش خالص اموت انا في المبادئ.
الله يخرب بيت امك. او الحوار ده كله بسبب غباوتك. خلاص بقى يا لت، كل شويه تقطمني يلا ولا ايه؟ اخرس خالص، ولما يجي ما تفتحش بقك، سيبني اخلص معاه، فاهم؟ وانا من امتى فتحت بقى يا زفت انت يا اخي؟ يا غباوتك، هو اتاخر كده ليه؟ اسكت احسن الراجل جاي. هنضف صباح على اوسخ ناس. الهارد فين؟ فلوس فين؟ اشوف الهارد الاول. ماشي، هارد اهو. وش ضمني بقى انك ما عملتش نسخة تانية عشان تقيدنا عليها؟ والله كل شيء نصيب. لا ما احنا مش لعبة ولا شخشخة في ايدك، اروح امك. بقول لكم ايه يا غالي، انت وهو الهارد اهو، خلصوا وهاتوا الفلوس عشان تاخدوا الهارد بتاعكم. ولا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين الهارد بس عمرك معاه. يا ولاد الكلب. بعدين يا شوقي. عاطف بسرعه هات العربيه، خلينا نلحق الجثه دي. خرب بيت امك، واحنا هنشيل الوزن ده كله ازاي؟ خش هات اللي قلت لك عليه. يا ابني ليه دوختني معاك؟ منصور ده لغايه دلوقتي مش شايف اي حاجه تشد ولا حاجه جامده يعني. هو ذوق خدامين قوي. اه جيجا، على رايك والله منصور، ده اكيد اللي عايز الافلام دي منك. ذوق نفس الجو ده، ما امزجش. ايه امزجه؟ دي مزاجه عاكر قوي، مش مستقنص خالص يا عم. جري اعمل معروف جري. ايوه بس ايوه يا عم، هات لي البنت البيضة الحلوه المقلوظه دي. عناية. يا سلام، اخيرا الشاشه نورت يا جدع. لا يا عم، جري لي المقدمة وخش في المفيد على المستقنص على طول. عناية. ايه ده؟ لا 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 لا. ايه ده منصور؟ دي خناقة دي ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده جريمة قتل يا جيجا. قتل؟ فتشوا لي المكان ده وحرسوا لي كل الأجهزة والحاجات. خير يا باشا. خير. تمير. انا سيد جيجا صاحب المدرسه. سيد جيجا؟ حبيب قلبي يا ابو سيد. طب يلا بقى حبيب قلبي عشان هنروح مشوار مع بعض. مشوار فين يا باشا؟ يلا يلا انت صاحبني، يلا خدوا. تصدق انك صعبان عليا يا عاطف؟ صعبان عليكي ليه؟ عشان متغمي وما انتش عارف عدوك من حبيبك. قصدك ايه؟ انا هقول لك وخلص ضميري قدام ربنا. ما تتكلمي. شوقي اللي عامل فيها صاحبك وحبيبك ناوي يهاجر على لبنان، بس بعد ما يسرقك ويخلص منك. انت كدابه، شوقي مش ممكن يعمل معايا كده. صدقني يا عاطف، هي دي الحقيقه. بأمرت التعبان اللي كان عايز يموتك بيه، بس باظت منه. انا كده خلصت ضميري قدام ربنا. السلام عليكم. ماشي يا شوقي، انا تعمل معايا كده؟
اشرب ولا جيجا يا هبش. انت سرقت الامريكاني وقتلته عشان تداري على عملتك. امريكاني؟ يا نهار اسود، امريكاني مين يا بيه؟ الامريكاني يالا، الامريكاني يا روح امك اللي كان على الفيديو اللي انت اساسا بتنكر انه كان موجود على الهارد. لا باشا حضرتك مش عارف، انا الهارد ده باشا انا واخده تخليص حق بالواد سمير مصالح، وبصراحه باشا ما كانش عليه اي حاجه. ما كانش عليه اي حاجه. لا كان عليه يا روح امك، كان عليه، وانت مسحته قدام العيال اللي انت خطفتهم وحاولت تقتلهم. صح عيال النهار السود، عيال مين بس يا انا والله العظيم ما عملت حاجه. لا عملت، لا عملت يا روح امك عملت. اشرف تاخد الهارد اللي سلمه له هشام بيه وتنزل بيه المهندس الكمبيوتر دلوقتي تخليه يعمل لنا ريكفر لكل الداتا اللي عليه. يلا بسرعه. بص بقى يا عم جيجا. اه باشا. انا عامل لك مفاجاه، ابسط يا عم. ربنا يخليك. انا هقلعك مالت وهحطك في تشت ميه ساقعه وهنزل لك فرده كهرباء. شوف انت بقى هتحس بايه؟ كلك نظر. لا 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 بيه، انا في عرضك يا بيه، انا في عرضك والله، انا في عرضك. اعترف يا سيد يا جيجا. بص يا باشا الكلمة خيبة، أنا عجيب من الآخر. بصراحة باشا الفيديو اللي سيادتك بتتكلم عنه ده كان فعلا موجود على الهارد، بس والله العظيم أنا بلا دعوة بأي حاجة. أنا كل اللي عجبني في الهارد شوية الأفلام الثقافية اللي كانت موجودة، قلت هاد جيجا نقلهم على فلاشة من غير ما الواد سمير مصالح يعرف حاجة، يعني قلت أشوف لهم بيعة كده ولا كده وأعمل بيهم أي مصلحة. ساكن فين المصالح بتاعك ده؟ أه هرب. ساكن في الهرم يا باشا، في الهرم. اديني عنوانه يالا. ادهولك يا باشا، بس يا باشا انا اخر علمي بيه ان الواد سمير مصالح ده مختفي بقاله مده ومحدش يعرف له طريق جره. هنجيبه، هنجيبه يا روح امك، لو في عبره هنجيبه. وصلنا لمعلومات مهمه جدا في قضيه ادم سعادتك. وصلت ليه يا عبقري؟ قول لي. اللي سرق الهارد واحد اسمه سمير مصالح ومختفي بقاله فتره. الهارد فين؟ الهارد معاه، بس ما تقلقش سعادتك لاننا قبضنا على شريكه سيد جيجا. هتقعد تقول لي بقى مصالح وجيجا، مين جيجا ده كمان؟ جيجا ده سعادتك كان صاحب مصالح وكان واخد نسخه من الفيديوهات على هارد تاني، بس لما حس بخطر مسح الهارد، وخبير الكمبيوتر اكد لي ان احنا ممكن نرجع كل الداتا اللي كانت موجوده على الهارد لو عملنا ريكفر للهارد. وبكده يا فندم هنلاقي فيديو جريمه القتل اللي هيكشف لنا الحقيقه كلها. وبكده يا فندم مش هنوصل لاي حاجه، لان مفيش دليل. لازم تحط ايدك على دليل عشان نعرف نقفل القضيه. مهمتنا دلوقتي ان احنا نوصل لادم ونقبض عليه وبعدين نسلمه. كده بقى احنا خلصنا شغلنا، هما بقى يدينوه يبرقوه، مالناش دخل فيه. مفهوم؟ مش ده كلامك ولا ايه؟ لا يا نادر. تقول ايه؟ ادم في الاسر؟ انت متاكد؟ طب اقفل 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 يا ابني، اديني الأسرة بسرعة. آدم، آدم اصحى يا آدم. هشام بيه وداخل لك لوحدي، مرضتش أخلي حد من اللي بره يدخلوا معايا. ما تفكرش وما تخلينيش اعمل حاجه اندم عليها. اسمع يا ادم، يا ده انت في ادله كتير بتبرقك. اسمع كلامي، سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخلص من الورطه الهباب اللي انت فيها دي. الظاهر يا باشا انك ندمت انك سبتني امشي المره اللي فاتت. الظابط اللي جواك غلب انسانيتك. بالعكس انت مش فاهم اي حاجه يا ادم. ما تنشفش دماغك، ما تبقاش عنيد، امشي شويه مع الطيار يا باشا. اللي بيمشي مع التيار السمك الميت، انما انا قلبي حي ولسه بيدق. عارف، عارف يا ادم، وانا كمان قلبي حي وما يرضلكش انك انت تتظلم ابدا يا ادم. ثق فيا، ثق فيا، وزي ما قلت لك المره اللي فاتت الكلام اللي انت هتقوله هو اللي انا هقوله، هو اللي هتاخد بيه المحكمه. ثق فيا يا ادم، ثق فيا. تحلف؟ انت في بيت ربنا.
والله العظيم تلاتة، والله العظيم الكلام اللي أنا هقوله هو اللي أنت هتقوله، هو اللي المحكمة هتاخد بيه، ومش هسيبك يا آدم، وأوعدك مفيش حد هيلمسك، وخد ده قسم عليا. هيا يا آدم، قلت إيه؟ وأنا مصدقك يا باشا. سيف باشا، أنا طلعت صح يا باشا، وإحساس اللي ساعتك قعدت تتري عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهاية. إيه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف سعادتك، دي الحقيقة اللي سعادتك مش عاوز تصدقها، بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتأكد وتسلم إن أنا اللي طلعت صح. ايه ده؟ ده فيديو الجريمة اللي احنا بندور عليه. لقيته الهارد؟ لا، دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الهارد. نسخة الفيديو؟ ايوه، بس جريمة واضحة قدام سعادتك انها جريمة دفاع عن النفس، مش جريمة ارهاب. وانا ايش ضمني بقى ان الفيلم ده مش ملعوب فيه؟ ملعوب فيه ازاي؟ ده فيديو، فيديو يعني صورة حية، هيتلعب فيه ازاي؟ هشام، في ناس أدرى مني ومنك في الحاجات دي، وما تنساش إن آدم عبد الحي منتمي لمنظمة إرهابية، يعني بالنسبة لهم الموضوع ده في منتهى التفاهة، يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم، عشان يفشكلوا لنا القضية ويطلعوا الواد براءة. هم اللي معترفين إن هم اللي عاملينها، ده بيفتخروا بده وبيعتبروه شهيد، دول ما صدقوا. أنا بقى مش مصدق ومش هصدق إلا لما يجي لي الهارد المفقود في محضر المباحث، غير كده مش هعترف بأي حاجة. يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام سعادتك. عدم وجود الفيديو أكبر دليل على إن الفيديو ده مصور. ما أنت على هنا. البت اللي اسمها نانسي اللي أنت أقنعتني وخليتني أروحها، مش جت هنا واستجوبناها وكذبت عليك وعليا؟ البت دي زي ما سعادتك عارف مسيحية. تقدر تقولي إزاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع إرهابي إسلامي متطرف؟ كلهم إرهابيين يا حبيبي. الإرهاب ملوش لا وطن ولا دين. إيه يا شمبيه؟ أنت مش من هنا ولا إيه؟ لو التدليس والظلم وإهدار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا، يبقى أنا يا باشا ما يشرفنيش إني أكون هنا. هشام، أنت إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ أمال عاوزني أكلمك إزاي؟ وأنا شايفك ظالم وبتظلم بريء وقدامك دليل براءته مش عاوز تعترف بيه. باشا أنا ممكن أسألك سؤال؟ هو سعادتك بالليل بيجي لك نوم؟ يعني بتنام مرتاح البال؟ وبالنهار كمان يا حبيبي وبشخر. الفيديو ده لا انا ولا انت اللي هنفصل فيه، ده لازم تعرض على خبير، هو اللي هيحكم ما بيننا. وبعدين بقى خلينا في المهم، البت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا. اعتقلها بتهمة ايه سعادتك؟ متورطه معاه. متورطه في ايه بالظبط؟ في الفيديو يا هشام. هو سعادتك اعترفت بالفيديو؟ اصل الفيديو ده لا انا ولا انت ممكن نفصل فيه، الفيديو ده لازم يجي خبير هو اللي يحكم ما بيننا، ولما الخبير بقى سعادتك يبقى يثبت تورطها، ساعتها بقى اعتقلها. عن اذنك يا باشا. يا فندم، اتأكدت سعادتك وشفت بعينيك ان ادم بريء؟ واضح انه كان بيدافع عن نفسه وقتله بالخطأ. الحمد لله، يعني انا يا فندم احساسي من الاول خالص كان صح. ايوه، بس اذا كان الفيديو ده صحيح. يعني ايه في حالة ان الفيديو يكون صحيح؟ هو ايه اللي هخليه مش صحيح يا فندم؟ قصدي يعني مين من مصلحته انه يركب فيديو زي ده؟ هو العقيد سيف يا فندم سبقني ونقل وجهة نظره لحضرتك. سيف عنده حق، الجماعه دول عندهم التقنيات اللي تخليهم يعملوا اكتر من كده. ايوه، بس لو فرضنا ان الفيديو ده صحيح يبقى ادم بريء. ايوه،
بس الفاصل هنا هو الخبير، خصوصا ان الفيديو جاي منفصل مش على الهارد المسروق من مسرح الجريمه. يا فندم يا فندم صدقني دي جريمه دفاع عن النفس مش اكتر. انا معاك انها ممكن تكون كده، بس الاعلام كبر الموضوع دوليا وفي جهات كتير بره مصر بتتابع التحقيق. يعني ايه؟ يعني حتى واحنا معانا الدليل مش عارفين نثبت براءته؟ احنا جهه ضبط واحضار، النيابه هي اللي بتحقق، ما احنا اصحاب القرار. وعلى العموم الفيديو ده خلاص انا حرصته وهحطه في الملف بتاعه. بتعمل ايه عندك يا شوقي؟ انا ما ترد. ايه يا عاطف انت بتشك فيا؟ انا ده انا شوقي، وعشان انت شوقي لازم اشك فيك، لانك طول عمرك خسيس وواطي. فاكر التعبان يا شوقي؟ ايه يالا الكلام العبيط اللي انت بتقوله ده؟ حنان ولا هتنكر انك نسيتها دي كمان؟ عايز تهرب بعملتك السودا وتعقني فيها لوحدي؟ لكن ده بعدك، وحياة امي لابلغ البوليس يا شوقي واوديك في 60 داهيه. ولا شوقي، انا ما قتلتكش يا شوقي، انت اللي قتلت نفسك يا شوقي. انا ما قتلتكش يا شوقي، انت اللي قتلت نفسك يا شوقي. ما عملتلكش حاجه يا ابن الناس، انت اللي كنت عايز تقتل بيا يا شوقي، انت اللي كنت عايز تقتلني يا شوقي. السفاره الامريكيه طالبين التحقيق مع ادم برا مصر. برا مصر فين معاليك؟ في اي سجن من سجونهم في امريكا الجنوبيه. نعم ده لا يمكن يحصل يا فندم. ده بقى عيب معاليك اللي معاليك بتقوله ده. يعني احنا نشتغل ونخطط ونتعب ونترمي بالليالي بره بيوتنا ونقبض على الولد ونسلمه لهم كده على الجاهز، ده بقى ظلم معاليك. وبعدين لا مؤاخذه، عايزين ياخدوه بره مصر ليه؟ خايفين يا سيدي لا نطبطب عليه، اكملوا بلدياتنا. يا فندم لو سيبناه يسافر هيتظلم وهنفقده. انما لو رفضنا طلبهم وطلبنا التحقيق جوه مصر هيبقى تحت عينينا وهنضمن له محاكمه عادله. على العموم القياده السياسيه لسه ما ردتش على الطلب، وده احنا مستنيين لحد ما نشوف هيحصل ايه. يا باشا والله العظيم قتلته بالغلط يا باشا، ده كان صاحبي يا سعاده الباشا وهو اللي كان عايز يقتلني، وانا كنت بدافع عن نفسي والله. ماشي يا عاطف، الجريمه دي كانت دفاع عن النفس، وسمير مصالح يا روح امه كانت دفاع عن النفس برضه. مصالح مين يا سعاده الباشا؟ اعترف يلا. والاجنبي اللي سرقته قتلتوه؟ الاجنبي لا يا سعاده الباشا، احنا سرقناه بس ما قتلناهوش والله العظيم ما قتلناه يا بيه، والله العظيم ما قتلناه، ورحمة ابويا في تربته ما قتلناه يا سعادة الباشا. فوق ايه؟ معاك للصبح. ايه يا حبيبي؟ معاك للصبح. ماشي. عارف يا ادم هما هنا بيغمّوا عيونهم ليه؟ عشان بيخافوا منكم لما تخرجوا بره. لكن انت بقى يا حبيبي لا يتخاف منك ولا انت خارج بره، بس انا واخد على خاطري منك. ليه بس؟ مش تطمني عليك؟ قلبي ياض كان متشحتف عليك. ها؟ مش تطمن قلبي بابا؟ عارف يا باشا انت بتفكرني بمين؟ بمين يا روح امك؟ في واحد زمان ساكن عندنا في المنطقه اسمه حماده عجل، كان ما شاء الله يا باشا طول بعرض زي كده، بس
كان لمؤاخذة يعني شاذ. فكرني بيه بالظبط يا باشا. اضرب اضرب فكرش. بقول لك يا باشا مفيش كهربا. كهربا وحشتني والله. اول مره تريح شويه. ايه ديك وجعتك ولا ايه؟ اجيب لك مسكن. اضرب. انا عايز امك انا تعرف تبعت تجيبها لي. عايز افهم صد على ايه؟ مش عايز اعترف ليه؟ مين اللي كان معاك جوه انا؟ انت مشكلة يا باشا. مش عايز تسمع. انت عايز تسمع على مزاجك وبس. انت عارف يا باشا شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية مؤاخذة يعني حصلتك وانت صغير فبتطلعها على خلق الله صح؟ موافقني في الكلام ده؟ دلوقتي تعرف انا حبك. دلوقتي تعرف. افتح المية! عايز الكهرباء لو حمك؟ كده اخويا اسمه حماده. ايه يا حبيبي؟ حماده ايه؟ حماده عجبه يا باشا. هبعت اجيب لك مسكن. ايه؟ ايه؟ الواد ده يتساب مربوط كده وبقى تف في وش روح امك لو شفت الشارع تاني. افتح افتح باب الزنزانه. ادم ادم يا نهار اسود يا نهار اسود. ادم رد عليا. ادم حد يفكوا! هاتوا لي عربية إسعاف! وهاتوا هدومه! آدم! آدم رد عليا! آدم! حد يفكوا! آدم! آدم! يا نهار أسود! ينعلقوا شكلك يا سيف يا حبيبي! آدم! حصل امتى الكلام ده؟ يعني ايه ينقله مستشفى؟ ما يسيبه يموت ولا يروح في سكين داهيه؟ لا لا عارفين. طب اقفل 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 بقى مش وقته. اقفل ماشي يا شنبيه. شكلك كده مش هتجيبها البر معايا. يا دكتور انا ادم. انت فين؟ طب خليك مكانك ما تتحركش انا جايلك حالا. مين على التليفون؟ بعدين هقول لك بعدين. يا فندم انا واجه اتهام رسمي المقدم هشام مدكور قدام عليه. هو اللي هرب ادم عبد الحي وانا ذكر وادي كل كلمه بقولها. ما حصلش يا فندم. ما حصلش يا سياده اللواء. كل الكلام اللي بيقوله العقيد سيف ده كد وحضرتك عارف ليه. انا يا فندم خاومته باقصى جهدي بس هو خدني على اخوانه وضربني ونط من الشباك. خدك على اخوانه يا اخي مش عيب عليك. ده انت ظابط عيب عليك.
ما تبطل بقى الحركات دي، عيب عليك انت. وانا انتوا ايه؟ ده تبقى مصيبه، مصيبه وعدت على راسنا كلنا. ده انا ما صدقت انكم عبطتوا عليه. انتوا ايه؟ مش عصدني؟ عايزين انا عيادة العمليه بفضيحه. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم. يا فندم هشام مذكور هو المسؤول الاول والاخير عن هروب ادم عبد الحي. يا فندم دخلي في التعليمات، خرج ادم عبد الحي لمستشفى بره جهاز امن الدوله، هو المسؤول، لازم يتحول للتحقيق. مش هو بس اللي هيتحول للتحقيق، كلنا هنتحول للتحقيق. واولكم انا بعد اذن عليك. يلا يا عاطف، انت بصمتك اتطبقت مع البصمه المجهوله اللي لقيناها في مسرح الجريمه. يعني القضيه لابساك لابساك. ما تعترف يا ابني بقى وتخلصنا. يا باشا انا وشوقي فعلا سرقنا الامريكاني، بس ما قتلناهوش، ما قتلناش. ما قتلناش، ما قتلناش. مش شوقي ده يالا اللي ظبطوك متلبس بقتله؟ هو اللي كان عايز يقتلني وانا كنت بدافع عن نفسي، فقتلته بالغلط، قتلته بالغلط. قتلته ليه يا عاطف؟ عشان كان عايز يغدر بيا زي ما غدر بسمير مصالح يا باشا. وغدر بيه ازاي؟ عشمناه اننا هنقبضه فلوس قصاد انه يدينا الهارد اللي سرقه مننا مرعي وبعهوله. وبعدين؟ لما قابلناه شوقي اول ما شافه راح هجم عليه وقتله. قتله؟ يعني كمان قتلته سمير مصالح؟ ده كده تلات جرائم يا حبيبي. مش انا، مش انا، والله العظيم يا باشا شوقي هو اللي قتله. انا كل اللي انا عملته اني ساعدته في دفنه، اكرام الميت دفنه يا باشا عشان ناخد منه الهارد. ولا عايزين ناخد منه الهارد يا بيه. ولا ونستر على كلمتنا. الهارد فين يالا؟ الهارد، الهارد. هقول، قول هقول يا باشا. والله شوقي هو اللي كسر الهارد وحرقه عشان كنا متصورين عليه واحنا بنسرق الامريكان يا بيه. يعني قتلتوه عشان تسرقوه؟ لا يا باشا، احنا لما دخلنا عليه لقيناه مقتول، قمنا سرقناه، بس مش احنا اللي قتلناه، مش احنا اللي قتلناه، والله العظيم احنا اللي قتلناه. انت هتعدد يلا؟ اخلص. بص يا عبد الكريم بيه، انا قبضت على عاطف واعترف لي ان هو وشوقي اللي قاموا بالسرقه، واللي اكد على كلامه ان البصمه بتاعته اتطبقت مع البصمه المجهوله اللي احنا بقالنا كتير جدا بندور عليها. وادي يا فندم تقرير الطبيب الشرعي اللي بياكد على كل الكلام اللي بقوله لسيادتك. ده غير يا فندم ان هو اعترف لي ان هو وشوقي قتل واحد اسمه سمير مصالح. سمير مصالح ده كان اخذ الهارد من وراهم واتفرج على الفيديوهات وطبعا فيديو الجريمه، ولما كلمهم علشان يساومهم عشان يسكت راحوا قاتلينه واخدوا الهارد للمره الثانيه. بس المره دي بقى سعادتك كسروه وحرقوه. ده على حسب روايه عاطف، وده بقى بيجاوب على لغز كان محيرنا بقاله كتير قوي. احنا ليه لحد النهارده مش عارفين نلاقي الهارد؟ بس لحسن حظ سعادتك ان كان في واحد اسمه سيد جيجا كان واخد نسخه من الفيديوهات على فلاشه من ورا سمير مصالح لما كان عنده الهارد قبل ما يتقتل. والنسخه اللي انا وريتها لسعادتك احنا لقيناها عنده لما قبضنا عليه واعترف بكل حاجه، وطبعا كان واخد الفيديوهات دي علشان يتفرج عليها او يبيعها لاي حد غشيم. اما بقى شوقي ده بتاع محل البيره اللي احنا كنا حققنا معاه من الاول خالص، وطبعا انكر ونفى التهمه عن نفسه وكمان عرف يبعد شكوكنا عنه، واتصرف في جزء من المسروقات هو وشريكه عاطف، ولما اختلفوا اتخانقوا مع بعض، اما عاطف قتل شوقي قبل ما شوقي يقتله. وبقيه المسروقات كلها لقيناها في الشقه وحرزناها، وده كشف بكل الحاجات المتحرزه. متهيألي بقى كده سعادتك القضيه خلصت. يا هشام دي لفه صعبه قوي. معلش يا فندم، ما هي الحقيقه دايما بتبقى صعبه، بندور عليها كتير قوي، بس المهم لما نلاقيها لازم نحقق العداله وننقذ ادم من المجهول اللي مستنيه. يا ريت، بس ازاي وهو هربان واحنا مش عارفين طريقه؟ احنا لازم نقبض عليه الاول عشان نحقق معاه ونحاول نثبت براءته، خصوصا ان القياده السياسيه رفضت الطلب الامريكي وقررت التحقيق معاه جوه مصر. بجد يا فندم؟ ده خبر جامد جدا. ادخل. ايه
ما عليك مطلوب للتحية تحت. يا ريت بقى تبقى طمنا عليك. اتفضل. بعد إذن حضرتك يا فندم نبقى نكمل كلامنا بعدين. اتفضل يا شيخ. يا سيف عملت ايه في التحليل؟ هنتلط يا باشا. ايه؟ واضح ان كلنا هنتلط بسبب الواد ابن صبري ده. قول يا ادم، قول كل اللي جواك. اسمي ادم امين عبد الحي، مواطن عادي واقل من العادي. اكبر حلم عندي ان اعيش مستور، وكل ذنبي اني انقذت بنت بلدي وما رضيتش بالظلم. انا عايز اللي بيتفرج عليا دلوقتي او يسمعني يحط نفسه مكاني. لو ليك بنت او مراتك او اختك اتحطت في نفس الموقف، مش كنت هتتمنى انك تلاقي حد يطلع لها من تحت الارض ينقذها باي شكل وباي ثمن؟ انا عملت كده. عملت اللي المفروض يتعمل، بس اللي المفروض يتعمل في الزمن ده للاسف ما بقاش يتعمل. وقد تم ايقاف المقدم هشام توفيق مدكور عن العمل، ويسري قرار الايقاف من ساعته وتاريخه لحين الانتهاء من التحقيق. خلاص يا جماعة، انا طلعت الصفحة وكمان الفيديو اللي جابه لنا ظابط هشام على النت. بجد يا جماعة الفيديو ده فرق معانا كتير قوي. اوعى حد يعرف ان الظابط هشام بيحاول يساعدنا، هنأذيه في شغله. يا ابني ده شيء بديهي، يعني الراجل كتر خيره وبيحاول يجد معانا دليل براءة صاحبنا، نعمل معاه كده؟ يا حتى تبقى عيبة في حقنا. تمام كده. نانسي دلوقتي جه دورك عشان ترد الجميل لآدم. أنا؟ إزاي؟ إحنا بقى عندنا صفحة تضامن مع آدم على النت، عايزة أسجل معاكي حوار تحكي فيه كل الحقيقة وأنزله على الصفحة عشان كل الناس تشوفه وتعرف الحقيقة. ايوه طب ما هي ظهرت في الفيديو كل حاجه كانت باينه. ظهورها في الفيديو شيء وكلامها وتعليقها على اللي حصل شيء تاني. يا جماعه انا صحفيه وعارفه ده ممكن يفرق كتير مع الناس ازاي. اوكي يا عليا هعمله، بس يا نانسي خدي بالك ان ده ممكن يكون مش في صالحك، خصوصا انك هتقولي الحقيقه اللي ما قلتهاش اول مره لما حققوا معاكي. عشان خاطري خدي وقتك فكري، انا مش عايزه اكون بضغط عليكي. ادم ما فكرش لما انقذني، دي اقل حاجه ممكن اقدمها له مش كده؟ يعني الضابط هشام توقف عن العمل بسببي؟ ساتر يا رب. الظاهر ان انا بقيت شر على كل اللي بيحاول يساعدني. الحمد لله. بقولك ايه يا نانسي، انا عايز اطلب منك طلب. في عنوان ضروري تجيبهولي، تجيبهولي من تحت الارض. اه انا عايز عنوان سيف الحديدي. مالكيش دعوه دلوقتي، انا هبفهمك بعدين. اهم حاجه هكلمك بعد نص ساعه تكوني جبتهولي من تحت الارض. اوعي تنسى يا نانسي. صدقتوني صدقتوني ان ادم ما قتلش قصد، كان بيدافع عن نفسه. الف مبروك يا يحيى، كده اكيد ادم هياخد براءه. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك الف مبروك ان شاء الله استاذ ادم، يرجع لنا بالف سلامه ان شاء الله.
خلاص يا جماعه انا طلعت الصفحه وكمان الفيديو اللي جابه لنا الضابط هشام على النت. بجد يا جماعه الفيديو ده فرق معانا كتير قوي. اوعى حد يعرف ان الضابط هشام بيحاول يساعدنا، هنأذيه في شغله. يا ابني ده شيء بديهي يعني، الراجل كتر خيره وبيحاول يجد معانا دليل براءة صاحبنا، نعمل معاه كده؟ يا حتى تبقى عيبه في حقنا. تمام كده نانسي، دلوقتي جه دورك عشان ترد الجميل لادم. انا ازاي؟ احنا بقى عندنا صفحه تضامن مع ادم على النت، عايزه اسجل معاكي حوار تحكي فيه كل الحقيقه وانزله على الصفحه عشان كل الناس تشوفه وتعرف الحقيقه. ايوه طب ما هي ظهرت في الفيديو كل حاجه كانت باينه. ظهورها في الفيديو شيء وكلامها وتعليقها على اللي حصل شيء تاني. يا جماعة أنا صحفية وعارفة ده ممكن يفرق كتير مع الناس. إزاي؟ اوكي يا علي هعمله، بس يا نانسي خدي بالك إن ده ممكن يكون مش في صالحك، خصوصا إنك هتقولي الحقيقة اللي ما قلتهاش أول مرة لما حققوا معاكي. عشان خاطري خدي وقتك فكري، أنا مش عايزة أكون بضغط عليكي. آدم مفكرش لما أنقذني، دي أقل حاجة ممكن أقدمها له مش كده؟ يعني الضابط هشام اتوقف عن العمل بسببي؟ ساتر يا رب. الظاهر ان انا بقيت شر على كل اللي بيحاول يساعدني. الحمد لله. بقولك ايه يا نانسي، انا عايز اطلب منك طلب. في عنوان ضروري تجيبهولي، تجيبهولي من تحت الارض. عايز عنوان سيف الحديدي. مالكيش دعوة دلوقتي، أنا بفهمك بعدين. أهم حاجة هكلمك بعد نص ساعة تكوني جبتهولي من تحت الأرض. اوعي تنسى يا نانسي. ماشي سلام. صدقتوني؟ صدقتوني ان ادم ما قتلش قصد، كان بيدافع عن نفسه. الف مبروك يا يحيى، كده اكيد ادم هياخد براءة. الحمد لله، الحمد لله، الف مبروك. الف مبروك ان شاء الله استاذ ادم يرجع لنا بألف سلامة ان شاء الله. هات عسكري دكر يحميك يا يا عجل يا باشا. انت بتعمل ايه هنا يا هلا؟ يا بت كنت بطمن عليك يا بت، وحشتيني، قلت اجي ازورك واظبطك. بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم. هي المدام صفيفة يا باشا؟ صفيفة ها؟ بس الهدوم ما جاتش على مقاسك. يا امك يا ابن الكلب منعتك. ان ما علقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش انا سيف الحديدي. ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك، يعني حد يعني مع الضيف كده؟ ها؟ ده انا ضيف عندك يا باشا، قلة أدب مش عايز. ها؟ بلاش قلة أدب. ايه ده بقى؟ روح أمك. الكلام ده تعمله هناك. قول لي يا باشا، إيه إحساسك؟ مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ انت ايدك ناعمه كده ليه يا هلا؟ هي صبره كانت بترضعك صناعي ولا ايه؟ صبره، فكرتني بصبره. اخبارها ايه؟ انت امك اسمها ايه؟ بعينك. على فكره ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك. انسى. والله ممكن، بس انا مش واطي زيك لان امك ملهاش ذنب. ما هي لو تعرف ان الخلفه دي هتبقى وسخه كده اكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت اساسا، صح؟ يا امك منعتك يا ادم. يا انت بقى يا ماشي يا ابن المرتشي. ماشي ماشي ماشي. ايه رايك؟ قلت تهدى بقى. بس انا زعلان منك يا خيبت ظني، طلعت ما بتعذبش كويس.
يعني هفق. انا بقى النهارده هاجي اعلمك حاجه جديده. تضحك. انا ضحكك دلوقتي على الاخر. نفسي اشوف اخرك يا ابن صبره. ابن صبره ده هيقلبك مره حالا. انت بتعمل ايه يالا؟ ايه رايك بتعمل ايه؟ بص كده ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبره وحياة امك مراعاتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي. تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص 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 يا بابا خلاص خلاص يا بابا. ها على كيف كيفك صح؟ مش حاسس بحاجة. طب حس بقى. مبسوط؟ 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 حياة أمك أخليك تبوس رجلي في يوم من الأيام. بتبعت تجيب صحابك معاك هنا؟ تبعت رجالة أحسن. بيني وبينك يا باشا أنا شايف إن أنا بعمله ده تسالي. نخش بقى على التقيل. إيه رأيك؟ وأنا موافق. هدواك شوية تقيل. أرجوك. شوية تقيل. يا ريت ترضى. يلا يا شاطر. يلا. حلو حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة أمك منعتك. يلا استحمى بقى. ها عشان تأخرنا على الفصل. يلا. ها مبسوط؟ مبسوط يلا؟ مبسوط؟ مبسوط؟ اللي أقول لي يا باشا صحيح تفرق لو كنت جبت فوطة خضرة من صفرة من زرقاء؟ تفرقش يا كلها تفرق في الرجولة. في الرجولة. الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الراجل. ها فين الرجولة يا؟ فين الرجولة؟ هتعرفها في يوم من الأيام يا ابن صبرة. حياة أمك طلعتك. اهدى شوية. اهدى كده أنت حلو أموك. اهدى اهدى صحتك. اهدى يا بابا. اهدى حبيبي. اهدى يا بابا. اهدى شوية. اهدى يا بابا. تعالى بقى نتكلم كده راجل لمرة. اللي اقول لي يا باشا ليه القانون بتاعكو ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسالني عن بطاقتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث ولا انتوا مثلا بيبقى عندكم عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوه على خلق الله لما تكبروا؟ ايه هتيجي زي الفار ولا ايه؟ لا هنأجل بقى الموتى نخليها وقت تاني. ها صحيح يا باشا نسيت اقول لك حاجه. كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقف على وشك صح؟ يا امك انت هقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي تاني يا بيه. وحياة امك منعتك. والاول مره في مصر حجز اختلط. اقفل الميه. رجالي وحريمي وبين البنين الشعر على الشمال والمرة على اليمين والكراميلا في النص منورة يا علي منورة. ايه يا شاعر؟ فين ايه؟ ها؟ ها؟ ادم فين يا ولاد الكلب؟ ادم فين؟ ادم فين؟ ادم فين؟
ادم جاي جاي. صراحة دي مشكلة، لازم افضيله مكان. انا هعمل اوكازيون، هيقول لي ادم فين هروح. مين قال عايز اروح؟ والله العظيم يا فندم والله العظيم. اسمك عالية ها؟ المفروض الصفحات واطية، حياد ام شعرك ده ها؟ عمال سبع رجالة بعض يا شاعر. والله العظيم ما اعرف، والله العظيم ما اعرف هو فين. طب والله ما اعرف. بقول لك يا شاعر والله ما اعرف. إيه والله ما اعرف هو فين. ايه ده يا حبيبي؟ والله يا فندم ما اعرف هو فين. والله ما اعرف هو فين يا فندم. افتح المايه. هات ام ما حد خارج من المحبس. يا علي تجيلي كده. يا حيوان بص عليك يا حيوان. يا حيوان يا شاعر. عكسه ما حضرش خالص. سامعني؟ ها؟ سامعني يا حاضر. والله العظيم حاضر. والله ما حاضر. بقول لك يا شاعر انت عايز منك خدمه. اتفضل يا فندم اتفضل. انا عايزك تعمل فيها جميله كده وانا برضه هشيلها لك. عايزك كده وانت في جو الاسترخاء ده تكتب لي كده كلمتين حلوين. تكتب لي قصيده نهايه ادم عبد الحي. بس انت كده تحتاج قلم ورقه. انا معايا قلم و استنى لقيت قلم اهو. حرام 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 يا كراميلا حياة ام. حاضر والله يا فندم. انا هخرج من هنا لما هتسترجل. حاضر حاضر. يبقى عمرك ما هتخرج يا ترى. عايزك تسترجل يا فندم. والله انت عارف لو قلت لي ادم عبد الحي فين. اقسم بالله عارف. لو قلت لي ادم عبد الحي فين يا فندم. انا لو انت كده راجل. حاضر حاضر. نعرف لو مؤاخذه نكتب في بطاقتك ايه بدل ما الخانه فاضيه. ها سامعني؟ هتقول ولا لا؟ يا فندم انا لا واحد. يا فندم انت انا نفسي حد اقول لك. ادم فين؟ انا فين يا ادم؟ ايه يا واطية؟ عالية عالية انا عايزك بقى تتجلى. حاضر. وتكتب بمزاج. والله العظيم هكتب لحضرتك. بص يا حبيبي كده انت بقيت في مارينا. حاضر يا فندم. ماشي مارينا معاك. حاضر يا فندم. ماشي. حاضر يا فندم. عايز نسوانك اجيب لك نسوان. والله العظيم هكتب لحضرتك. عايز عارفين الصوت ده؟ ها؟ يا جماعه حرام. حد الحانة. وحياة ابوك. عايز ايه؟ نانسي لغايه دلوقتي لسه مختفيه يا فندم، والتحريات بتاعتنا ما وصلتناش لمكانها. نانسي يا اخويا؟ لسه مختفيه يا فندم لحد دلوقتي. ما اشوفش وش اهلك انا لما اكون نانسي موجوده هنا. سامعني؟ اختفي. تمام يا فندم. صباحية مباركة عروسة. ها قصدتي؟ تحرمين انت مش بني ادم. بكرة اللي بتعمله ده يتعمل في مراتك وامك واختك اللي زيك دايت وانت بوز. ادم عبد الحي فين يا مارا؟ اوعي تقولي مش عارف. لا اعرف. انا فخور بيك يا نانسي.
فين بقى يا حبيبة عمه؟ عند أمك. ولا أقولك تلاقي عند مراتك في البيت. بتعملي في نفسك كده ليه؟ يا بنت انت بنت ناس، فوقي لنفسك. ده حتة صايع إرهابي معفن أفعصه تحت جسمتك. يا بنت فوقي، انت بنت ناس، لا من مستواكي ولا من بيتك ولا من دينك. بس راجل، وانت طبعا ما تعرفش يعني ايه راجل، مش كده؟ يتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت ظالم 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 ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل. بعد الوقف انت بتعمل ايه يا هشام؟ انت مش موقوف؟ حبيب قلبي معنى يا هشام كويس، لو متخيل ان انت جبت ادم عبد الحي عشان تصلح غلطتك وما تتوقفش تبقى غلطان. انت هربته وجبته، تعال بقى نخصم ده من ده، هتلاقي نفسك لازم تتوقف هتتوقف. بص يا سيف، انا ولا هممني الوقف ولا هممني الشغل كله ولا هممني حاجة. انا خلاص عرفت وزهقت، زهقت من الظلم والافتراء والوساخة، كرهت النفاق والمحسوبية، مليت من اننا كلنا شغالين زي خلية نحل عشان نخدم فرد واحد ونسين 80 مليون فرد.
يا باشا انا ما بقتش تبع النظام ولا هممني جهاز امن الدوله ده كله. انا بس في حاجه محيراني وعايزكوا يعني توضحوها لي. هو مين جاي مع مين؟ هشام اللي جايب ادم ولا ادم اللي جايب هشام؟ طب لو هشام اللي جايب ادم يبقى جايب ادم عشان يصلح غلطته وما يتوقفش. بس هشام لسه دلوقتي قايل ايه؟ انه زهق وقرف من جهاز امن الدوله وعايز يقدم استقالته. لا حاجه تعير. طب لو ادم اللي جايب هشام؟ بس ادم ما عملهاش. ادم اذكى من كده بكتير ولن يتخيل ان وجود هشام مدكور هيقدر يحميه مني. ما انت لازم تفهموني برضه مين جاي مع مين؟ انا هو يا باشا. بين ايدين سعادتك. واللي انت عايز تعمله فيا اعمله. بس بالله عليك مشي امي واخواتي. مشيهم كلهم. الناس دي ملهاش اي ذنب في اي حاجه. واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه، انا تحت امرك. بص يا باشا، انا ارهابي. وقتلت. وسرقت. أنا أي حاجة حضرتك عايزها. بس وحياة أغلى حاجة عندك مشيهم. ملهمش ذنب في أي حاجة. باشا أنا بصراحة جاي عشان أبوس على جزمتك زي ما حضرتك قلت لي. باشا ممكن أسألك سؤال؟ قول يا كبير. دليلة ليلتك يا وحش. هو انت مقتنع ان انا ارهابي؟ لا. سيف يا حديدي، انت بتتكلم بجد؟ وانا عمري هرجت يا شيخ مدكور ولا ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هو اللي في ايه؟ ايه الاجراء اللي هنتخذه دلوقتي؟ ولا اي حاجه. ما عليك، هتروح على بيتك وهتفضل موقوف زي ما انت. وادم عبد الحي بقى ده ضيفي، هيتعلق وحيتنفخ بعدين يطلع على النيابة، وبعد كده يطلع المحكمة، والمحكمة بقى تحكم معاه. احنا ملناش فيه. باشا هو انتوا ضميركم فين؟ ولا لا مؤاخذة يعني النفوذ والسلطة بينسوا الضمير ويخلوا خلق الله بالنسبة لكم مداس؟ هو لو ادم ده يا باشا كان ابن حد من الوزراء ولا ابن حد من المحاسيب، مش كان زمانه نايم في بيتهم؟ ياخد انا ابن بلدك، ده انا مصري زي زيك. انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا كنت بدافع عن واحده مصريه، كلب امريكاني كان عايز يغتصبها. انت ليه محسسني ان انا جاسوس؟ هو بجد يا باشا امريكا بتؤمر وحكومه بلدنا بتركع وتطيع؟ فهمني يا باشا، ولا حتى مستخسرين فينا ان احنا نفهم؟ بالظبط. احسن حاجه انكم ما تفهموش، لان كل ما بتفهموا بيبقى خطر عليكم وبتغلطوا، واحنا بنحبكم ما نحبكوش تغلطوا. لا حنين يا باشا. حنين. بمناسبه بقى الحنيه يا ادم، انا مجهز لك مفاجاه هتشكرني عليها وتعرف قد ايه احنا بنحبكم. ايه يا ابني؟ ابعت لي ام ادم عبد الحي ومراته والبيت المسيحيه. أنا فخور بيك يا هشام. أنا بعرفك من 14 سنة، أول مرة تاخد قرار صح في حياتك. يا ابني أنت مكانك مش هنا، أنت كبيرك محاسب في بنك تعدي فلوس غيرك. ما تخافش من اي حاجه.
ما تقطيش من اي حاجه، ما تخافش غير اللي خلقك، ما تقطيش غير اللي خلقك، اعمل الصح وقول الحق ولو على قدرك. وقول الحق ولو على الأبد، ما تخافش من أي حد، ما تطيش لأي حد، ما تخافش غير اللي خلقك، وما تطيش غير اللي خلقك، اكسب نفسك أحسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الآخر خسرت الدنيا وتعيش في جحيم زي تعمل الصح وقول الحق ولو على الأقل، ما تخافش من حد، ما تخافش من اللي